تعرف ايه عن زيت كبد الحوت؟ تعرف ايه عن احماض اوميجا 3 الدهنيه؟ تابعني في الحلقه دي وهنتكلم عن فوائد عظيمه جدا لزيت كبد الحوت. معاكم الدكتور سامح العزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. النهارده بنتكلم عن زيت كبد الحوت واهميته بالنسبه للانسان. زيت كبد الحوت من اهم المكملات الغذائيه اللي بيحتاجها الانسان، وده ناتج لانه بيتكون من ثلاث مكونات اساسيه، وهي احماض اوميجا 3 الدهنيه، فيتامين الف، وفيتامين د. عشان اقدر اوضح لك اهميه وفائده زيت كبد الحوت، هندي مثل بسيط بان مكونات كل 5 ملي من زيت كبد الحوت بتحتوي على 40 سعر حراري، بتحتوي على 4.5 جرام من الدهون، بتحتوي على 890 ملي جرام من احماض اوميجا 3 الدهنيه، بيحتوي على 90% من الاحتياج اليومي بالنسبة للإنسان من فيتامين ألف، بيحتوي على 113% من الاحتياج اليومي بالنسبة للإنسان من فيتامين دال. ومن هنا بتيجي أهمية وفايدة زيت كبد الحوت أو الكود ليفر أويل. النهاردة بنتناول وبنتكلم عن أهمية وفايدة زيت كبد الحوت. أول فايدة إنه هو زي ما قلنا بيحتوي على أحماض أوميجا 3 دهنية وفيتامين ألف وفيتامين دال، بتقريبا بالنسبة الموصى بها يوميا من الحاجات دي، ودي طبعا بما لها من فوائد عظيمة هنتكلم عنها في الدقائق اللي احنا بنتكلم فيها. تاني فايدة لزيت كبد الحوت ان هو بيقلل الالتهابات، خاصة الالتهابات المزمنة، وده ناتج لانه بيقلل البروتينات اللي بتسبب الالتهابات دي. كمان ان هو بيحتوي على فيتامين ألف وفيتامين دال، فده بيعتبروا من اهم واقوى مضادات الاكسدة، فبالتالي بيقللوا من الفري راديكالز او الشقائق الحرة اللي هي بتسبب الالتهابات، وبالتالي بتقلل الالتهابات وحدوث الالتهابات المزمنة. ثالث فايدة من لزيت كبد الحوت اللي هي تحسين العظام. تحسين العظام وتحسين صحة العظام، وده ناتج لانه بيحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين د زي ما قلنا، وبالتالي بيساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم، اللي هو مسؤول ومكون اساسي عن صحة العظام، وبالتالي بيقاوم ضعف العظام او هشاشة العظام، وبيزود كثافة العظام وصحة العظام. رابع حاجة ورابع فايدة ان هو بيقلل من الام المفاصل، وبيحسن من اعراض التهاب المفاصل الروماتويدي. معروف ان التهاب المفاصل الروماتويدي ده مرض مناعي ملوش علاج، ولكن وجد ان عند تناول زيت كبد الحوت يوميا ده بيحسن من الحالة بتاعت آلام المفاصل الروماتويدي، وبيقلل من الأعراض اللي بتبقى عند المريض بآلام المفاصل الروماتويدي، وده طبعا بيبقى تناول يوميا من زيت كبد الحوت. خامس فايدة لزيت كبد الحوت، وهي ان هو بيدعم صحة العينين. بيدعم صحة العينين لانه بيحتوي على نسبة كبيرة زي ما قلنا من فيتامين ألف، اللي هو مسؤول أساسي عن صحة العينين والمحافظة على العينين، وده كمان بيقلل من خطر الإصابة بالجلوكوما برضو نتيجة لوجود فيتامين ألف بنسبة كبيرة في زيت كبد الحوت. ولكن على الرغم من أهمية وفايدة فيتامين ألف، فإحنا بننصح أن إحنا ما نتناولش فيتامين ألف بالتزامن مع زيت كبد الحوت، عشان ما نزودش نسبة فيتامين ألف في الدم نسبة أكتر من اللازم، لأنها في النسب العالية ممكن تؤدي للتسمم بفيتامين ألف. سادس فايدة لزيت كبد الحوت ان هو بيقلل من مخاطر امراض القلب. معروف ان امراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة حول العالم زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده. وجد ان تناول زيت كبد الحوت بالنسبة لمرضى القلب، ولكن بيتم تحت اشراف الطبيب، ده بيقلل من الاصابة بامراض القلب وبيقلل من اعراضها بما يحتويه من اوميجا 3 او احماض اوميجا 3 الدهنية. معروف ان احماض اوميجا 3 الدهنيه لها فوائد عظيمه جدا بالنسبه للقلب، اللي هي بتقلل الدهون الثلاثيه، بتقلل وبتخفض ضغط الدم المرتفع، بتزود الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافه اللي هو الكوليسترول الجيد، بتمنع تكوين الجلطات اللي هي مسؤوله عن النوبه القلبيه او السكته الدماغيه، وبالتالي تناول زيت كبد الحوت يوميا بالنسبه لمرضى القلب ولكن تحت اشراف الطبيب ده شيء مهم جدا، بيقلل من اعراض امراض القلب او من مضاعفات امراض القلب. سابع فايده لزيت كبد الحوت ان هو بيحسن اعراض القلق والاكتئاب، لان احماض اوميجا 3 الدهنيه الموجوده في زيت كبد الحوت بتقلل من اعراض الاكتئاب والتوتر لوحدها او بالتزامن مع علاجات اخرى لمضادات الاكتئاب، وده برضو ناتج لوجود فيتامين دال
اللي هو في زيت كبد الحوت اللي بيرتبط بمستقبلات في الدماغ وبيحفز افراز هرمونات تعديل وتحسين الحاله المزاجيه اللي هي السيروتونين، وبالتالي بتقلل من اعراض الاكتئاب والتوتر والقلق. تامن حاجه، زيت كبد الحوت بيساعد على التئام قرحه المعده والامعاء. تاسع حاجه، ان هو من السهل ان احنا نتناوله لانه موجود في صوره اشربه او كبسول، وزي ما قلنا ان الجرعه الموصى بها يوميا بالنسبه للكبار ممكن معلقه مره او مرتين يوميا من الشرب، ممكن الكبسوله تبقى مره واحده يوميا، وان كان معلقه واحده من الشرب كافيه جدا وامنه جدا بالنسبه للكبار، وبرده او كبسوله واحده برده من زيت كبد الحوت بالنسبه للكبار امنه جدا وكافيه جدا بالنسبه للكبار. بالنسبه للاطفال معلقه 5 مللي يوميا امنه جدا بالنسبه للاطفال وما فيهاش اي مشكله او اي خطر عليهم. اهم نقط عايز اوضح واتكلم فيها برضو كمحاذير او ان انا اخد بالي منها مع في اثناء ان احنا بنتناول زيت كبد الحوت، ان انا زي ما قلت الجرعه بقول ان احنا ما بننصحش بجرعات كبيره من زيت كبد الحوت عشان ما نزودش زي ما قلت قبل كده برضو مستويات فيتامين الف عن الحد المسموح لها. كمان على الرغم من ان زيت كبد الحوت صحي جدا، لان الا ان بعض الناس عليهم الحذر، يعني امراض الناس اللي بتاخد امراض ادويه مضادات التجلط عليهم الحذر ان هم بيستخدموا زيت كبد الحوت لانه قد يكون مميع للدم، وعشان كده الناس اللي بتستخدم ادويه الضغط او مضادات التجلط يجب عليهم استشاره الطبيب قبل تعاطي فيتامين او زيت كبد الحوت. يجب على السيدات الحوامل كمان، ودي مهم جدا، مراجعة الطبيب قبل تناول زيت كبد الحوت، لأن برضو المستويات العالية من فيتامين ألف قد تسبب ضرر للجنين، والمرضعات كمان برضو يجب أنهم يستشيروا الطبيب قبل استخدام زيت كبد الحوت، لأن ممكن مستويات فيتامين ألف العالية برضو تأثر على الطفل اللي هو أثناء الرضاعة. زيت كبد الحوت مغذي جدا، مفيد جدا، له فوائد عظيمة جدا، ولكن زي ما قلنا نتناوله بجرعته المسموحة اللي هي بالنسبة للكبار معلقة يوميا أو كبسولة يوميا، بالنسبة للأطفال هي معلقة واحدة يوميا، وناخد بالنا للناس اللي عندهم ضغط اللي بياخدوا أمراض أدوية موانع التجلط، للحوامل، للمرضعات، غير كده مفيش منه مشكلة. زيت كبد الحوت موجود في الصيدليات أو موجود في السوق بأكتر من اسم تجاري، هنقول منهم يعني حاجتين او ثلاثة بس على سبيل المثال. الكلوسيز كبسول ده عبارة عن 30 كبسولة ب 42 جنيه 75 قرش، ده بالنسبة للكبسول. بالنسبة للأشربة موجود الأوميجا سيز شراب ب 30 جنيه، موجود الأوميجا ميكس شراب ب 33 جنيه، موجود السانسو كود شراب ب 24 جنيه، وموجود التوتال شراب ب 36 جنيه. أرجو أن أنا أكون أفدتكم بمعلومة ولو بسيطة، وأتمنى منكم أن أنتم تشيروا الفيديو وتدعموا القناة باللايك والاشتراك في القناة. دمتم في أمان الله ودمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.